الحاجات اللي بقى السهلة تعمليها أول بأول، أول بأول أكل غسل المواعين. ليه؟ المواعين لو اتكومت يا رب المواعين تموت، يا رب المواعين تموت، يقولوا كده يا رب المواعين تموت. ايه السهل فيها؟ ان انا بعد كل اكل على طول 3 4 اطباق اجيب عيل تعالى حبيبي، بس في الصيف عشان هيبهدلوا هيغسلوا نفسهم وهدومهم والدنيا كلها مغسوله معاهم، هيتعودوا لو هم صغيرين ادي الطبق يناولك، حد ينشف حد يحط، حلو جدا. الاطفال اللي في البيت والكركبه بتاعت كل شويه دي نتعان، ادي الركنه بتتجاب والله، يا اما يا بلاش هاتي السلوتيب واعملي ركنه للاطفال كده عشان الكركبه اللي هم فيها ده، مساحتكم حطوا اللعب هنا اعملوا هنا، وكل واحد يحط اللعب في الصندوق بتاعها بعد ما يخلصوه ما اول باول. ليه؟ عشان ما نلاقيش لعبه هنا ولاقي واحد رجله اتكسرت عشان مش عارفه حصل ايه، والشرابات ما اعرفش خدوها حطوها فين، الحاجات اللي بتحصل دي. طول ما ايدك في البيت بالسهوله كده وبسرعه وورا بعضيها هتلاقي الدنيا بقت سهله. شغل البيت كله لو رتبناه من غير المطبخ مش هيكمل ساعه، لو بالمطبخ هيبقى يعني بتاع ساعه ونص ساعتين الا ربع. السر رقم 4 النظافه الشخصيه بقى، النظافه الشخصيه يعني البيت نظيف وزي الفل وانت ما شاء الله لابسه جلابيه فتكات والجلابيه اللي ما بتتقلعش ولابسه ما اعرفش ايه، ولا شعرك عامل زي ولا رابطه ايه، لا يعني خلي ما تخلصي شغل البيت خدي وقت مع نفسك، العنايه بنفسك، ادي الشاور الماسكات، ايه موضوع الضوافر مثلا والكلام ده اللي بتتاذى، البرفانات، كريمات الترطيب، يا ستي مفيش مفيش، وتقول لك انتوا بتتكلموا فيها مفيش فلوس، خلينا اقول تعملي ايه؟ اطيب الطيب الماء وهاتي زيت الزيتون وحطي عليه زيت اللافندر ولا ريحان ولا بتاع، سهل جدا ودي يا رب. زيت الزيتون بصي اللي عايزه تفضلي شابه زيت الزيتون، للرموش زيت الزيتون، للشعر زيت الزيتون، للبشره زيت الزيتون، تمام كده. اهم حاجه انك انت تحس ان فعلا انا بيتي نظيف وانت نظيفه، حتى اللي يجي الاولاد ولا البنات يشوفوا امنا شعرها متسرح وامنا شكلها حلو وهكذا. سر رقم 5 المكافاه بقى، عملنا وانجزنا بقى وبتاع، الشاي بتاعك الظريف بالنعناع، القهوه ولا الاسبريسو، اعملي اللي انت عايزاه، عايزه تشوفي حاجه مفيده تقعدي بقى ماسكه الكتاب بتاعك وقاعده كافئي نفسك. المكافاه بتدي احساس للمخ ان هو يفرز هرمونات السعاده كلها، وده شيء طيب. احساس السعاده ان انا كافئ نفسي بشغل اللي انا عملته والكلام ده، اكتب ورقه لزوجي، ابعت له رساله، طيب مش هيشوفها طبعا، لكن يعني اهو اسمك عملتي حاجه، المهم انك انت تعملي حاسه ان انا عامله انجاز. انا عايزاكي بعد كده تحبي الانجاز اللي انت عملتيه وما تستصغرهوش وما تقولوش معادي ما الناس كلها بتعمله، لا حبي حبي الانجاز لانك انجزتي وكتبتي وخدتي وقت، حلو قوي الكلام ده. وزعي المهام اللي صحيح. عايزه اسالك قبل الحلقه ما تخلص، هو زوجك فين من القصه دي؟ بيشارك ومقدر وبيشكر وبيساعد ولا لا؟ ما عشان لو عملتي كل الكلام ده ويجي في الاخر كلمه وانت بتعملي ايه؟ طب لو قال اقول لك بقى على الجمال، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، بتعملي لنفسك ولله سبحانه وتعالى في الرعيه اللي تسالي عنها. يا رب يجعلكم دايما خير الزوجات ويرزقكم الصحة والعافية، وتبقي فعلا زوجة شاطرة وناصحة ونظيفة ومؤدية مهامك وعندك وقت لنفسك. دمتم بخير وعافية، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.